عايز اعرف مثلا حاجه زي فلوراما لودا. فلوراما لودا ده جه مصر ومشي ومحدش في الاعلام اتكلم عن فترته، بحس ان هي حاجه منسيه كده. فاللي هو ليه جه مالودا واضاف ايه مالودا، وكانت بتتعاملوا معاه ازاي كواحد من النجوم الاساطير العالميه اللي لعب كاس عالم ونهائي كاس عالم ونهائي دوري ابطال اوروبا، وفجاه لقيناه بيلعب في الدوري المصري يعني. والله هو مالودا فعلا يعني كل ما الواحد بقى نجوميته بتعلى قوي ما بتحسش بده. يعني هو ما بيحسش بالفوارق يعني. راجل كنت انا حتى كنت بهزر معاه اقول له يعني انا الاحسن ولا مورينيو يعني انت يعني. فهو كان بسيط جدا جدا لدرجه ان انت ما بتحسش ان هو فعلا الراجل ده اسطوره، خد كاس عالم ولعب مع اسامي يعني ممكن لو شفناها نتصور معاها. فطبعا لا يعني هو مالودا ما حسيناش بده، لكن فنيا اضاف طبعا. هو فنيا يمكن هو لعب نص سيزون شارك في 12 هدف، يمكن عمل 8 اسيست جاب 4 او عمل 9 اسيست جاب وجاب 3 اهداف، فرق معانا جدا. برده كان الهدف ان وادي دجله كان نادي برده يعني حته تسويقيه شويه يعني. هو ممكن هي للدوري المصري كله ان مالودا بقى في الدوري المصري، دي تعليم من قيمه الدوري المصري كله طبعا. لكن برده في وادي دجله لا، احنا وادي دجله برده لان وادي دجله يعني شركات متعدده، فدي برده كان جزء تسويقي لاسم وادي دجله، وفعلا قدروا يعني. ده بيوضح اللي هو اختلاف الاهداف وقتها عن في المرحله اللي بعدها. طبعا دي كانت مرحله وحصل بعدها الموضوع اختلف تماما. ما ده كان لحد المرحله بتاعه كالترون كان ده وادي دجله توجهه حاجه، بعدها توجه تاني خالص. مالودا بقى انطباعه ايه عن الكره المصريه من خلال كلامه معاكم؟ والله راجل بروفيشنال جدا يعني. كان يعني هو كان ممكن واحد زي مالودا جاي بقى يعني بياخد يعني جاي بينهي حياته جاي يتفسح، لا ما شفناش ده. كان راجل كان جايب في الفيزيو بتاعه اللي هو مدرب اللياقه والتاهيل بتاعه او المسؤول عن الحته عن الريكفري والفيتنس، ده كان موجود معاه في مصر ان يعني هو ده متعاقد معاه، كان موجود معاه هنا كان بيتمرن زي اصغر لعيب، وزي والله فعلا كانه لعيب عنده 20 سنه، اهتم بتفاصيل تركيز 100%. يمكن حتى نقل الكلام ده للعيبه الصغار، وكان حتى عامل حاله يعني كنت ليدر في يعني فعلا، مش كان جاي مشتري دماغه وهو جاي بيفكر في نفسه لا، هو كان بيشتغل كانه هو لعيب صغير عايز يثبت وجوده. فطبعا دي نقل الاحترافيه دي كل اللعيبه من غير ما يتكلم يعني، حتى بمجرد ان انا بشوفه بيجي قبل التمرين بقد ايه مهتم بالريكفري كل يوم، التلج السبا، فطبعا عمل حاله قويه جدا. احنا السنه دي احنا هنا خامس الدوري، كنا ممكن كنا قادرين نفنش يعني، يمكن احنا كان الخامس والرابع والثالث كنا متساويين في النقط ويعني كنا ممكن سهل جدا كنا نبقى في بعد الاهلي والزمالك في السيزون ده.